ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما، رجعنا بفيديو جديد بعد التريلر رياكشن اللي احنا عملناه بتاع فيلم تامر حسني اللي اسمه مش انا. قلنا نخش على تريلر او تو تريلرز تانيين، فيديو جديد هنا على هوم سينما ستيفلر رياكشن. هنعمل اتنين تريلر رياكشن النهارده لفيلمين مفروض ان هم هينزلوا السنه دي في السينمات. والفيلم الاولاني هو ريمانس، اسمه ايه؟ ريميني سينز. فيلم هينزل السنة دي اسمه ريميني سينز او ريميني سينز، حاجة شبه كده، بتاع هيو جاكمان. انا بحب هيو جاكمان بصراحة، فحابب ان انا اشوف الاوفيشال تريلر بتاع فيلمه الجديد والفيلم التاني اللي هو مفروض من الافلام اللي هتعمل ضجة السنة دي للمخرج المعشوق للبلوت تويستات في حياته، هو فيلم اولد. كنا عاملين له تيزر رياكشن من زمان فحت، من زمان يعني. كان المفروض الفيلم ده كان المفروض ينزل السنه اللي فاتت، وبعد كده اتاجل عشان موضوع البدنجان اللي احنا فيه ده بتاع الكوفيد، فنزل السنه دي 2021. خلينا نبدا الاول بفيلم ريميني سينز او ريميني سينز او وات ايفر. عايز اسمع اسمه ايه في التريلر علشان الاسم غريب شويه. ريميني سين، ريميني سينز، صباح العتا. ما علينا، الفيلم هو من بطولة هيو جاكمان، ومعانا كمان ريبيكا فيرجنسون، ومعانا ثاندوي نيوتن، وهو من كتابة وإخراج ليزا جوي. أنا قلت أنا معرفش مين ليزا جوي دي، يمكن أنا جاهل سينمائيا، ما عملتش إخراج قبل كده عشان الاسم ده ما عداش عليا خالص. فبالفعل دخلت عشان أشوف مين الحاجة اللي اسمها ليزا جوي، وبالفعل ده اول فيلم تعمله سينمائيا اخراجيا، لان هي ما خرجتش قبل كده غير حاجه واحده بس، هو ويست وورلد، وحلقه واحده بس، ابيسود واحد بس، وما عملتش افلام قبل كده. عملت اللي هو الفيلم اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن النهارده اللي هو اسمه ريميني سينز او ريميني سينز وات انتوا فهمتوا يعني ايه هو الفيلم يعني. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي الاول مره. يلا بينا. Began to rise and war broke out. People began looking back. Nothing is more addictive than the past. No, put me back. How much did you love? Who was she but not with me? I've turned a blind eye to plenty. Before the illusion's broken. You're going on a journey. All you have to do is follow my voice. واو، ايه العظمه يا جدعان، عظمه يا جدعان، عظمه 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 على عظمه يا ست. ايه الحلاوه دي يا جدعان؟ انت حته الدين تريلر اخرابي، ايه ده؟ هيبقى متاح في السينمات، وهيبقى متاح كمان على HBO Max 20 اغسطس. يا جدعان الفيلم ده لازم سينما. الفيلم ده ما ينفعش اتفرج عليه في البيت، ده فيلم سينما. ده يعني انا بصراحه والله انا قاعد بتفرج على التريلر، حسيت يعني وانا في بدايه التريلر حسيت انا مش هاخد اي حاجه، تمام؟ مع مرور التريلر يعني ايه ده يا جدعان، ده ايه العظمه دي؟ انا صح اللي اخترت التريلر ده. حسيت في ميكس كده غريب ما بين انسبشن على ماتريكس على الحاجات الحلوه القديمه بتاعه زمان دي. انا يعني بصراحه التريلر حلو وعجبني فشخ ان في اسمه ايه ده، هيو جاكمان وريبيكا فيرجنسون، وحسيت برضو دخل في سكه بقى بليد رانر 2049، ودخل بقى في حته ميمنتو بقى لا الفيلم شكله هيبقى حلو، الفيلم ده لازم سينما من الاخر، الفيلم ده لازم سينما، ما ينفعش في البيت يا جدعان. انا مبسوط بجد، يعني بجد مبسوط من اللي انا شفته بصراحه، مبسوط فشخ يعني. انا بجد يعني حسيت في الاول قلت هيبقى فيلم مش محتاج تريلر رياكشن وبتاع، فقلت بعد كده يا معلم ده هيو جاكمان وروبيكا فيرجنسون وممكن هيبقى شكله هيبقى حاجه حلوه وصايعه وبتاع، وفعلا انا صح،
انا صح، انا نسبة ترقبي للفيلم ده 8.5 من 10 يا جدعان. الفيلم ده شكله هيبقى فشيخ يعني. التريلر التاني اللي احنا هنعمل له تريلر رياكشن هو فيلم اولد، وفيلم اولد مع ملك التويستات اللي بيحب التويستات اكتر من نفسه واكتر من عيلته، هو اما نايت شمايلان. اما نايت شمايلان يا جماعة اللي ما يعرفوش هو مخرج فيلم سبليت وسيكت سنس وانبريكابل، وكان عمل كمان ايه تاني، كان عمل شوية حاجات حلوة كده. وهو المخرج بتاع جلاس، الثلاثية سبليت وانبريكابل وجلاس، سيكت سنس وذا فيليج وحاجات كتيرة يعني. هو سيكت سنس ده اللي كان هو يعني سيكت سنس ده هو اللي اصلا رفع المخرج لمكانة بعيدة يعني. وانا بصراحة بحب الفيلم ده يعني، انا سيكت سنس انا بحبه جدا 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 الفيلم ده يعني. معانا في فريق البطولة ناس كلها جديدة انا بصراحة معرفش غير ممثل واحد اللي هو موجود في الفيلم اللي اسمه أليكس وولف، ده اللي كان طالع في فيلم هيريديتاري. فاكرين فيلم هيريديتاري؟ الفيلم ده كان حلو برضو على فكرة، ما كانش وحش. كان اسمه طالع بشخصية بيتر، انا لسه فاكر لحد دلوقتي، وكان طالع برضو في جومانجي على فكرة. ده اللي انا اعرفه في الكاست ليست. غير كده في الكاست ليست مفيش اي حد بصراحه اعرفه، كلهم جداد. وطبعا هو من اخراج اما نايت شمايلان زي ما احنا قلنا، كنا عاملين له تريلر رياكشن من زمان فحت، اول لما كان نزل التيزر بتاعه، ودلوقتي نزل الاوفيشال تريلر بتاعه من يومين. بس طبعا انا كنت انا افيلبل من يومين، فدلوقتي بعمل لكم تريلر رياكشن اهو، اللي طبعا كان عاده ما شفتوش ولا مره هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. No kids allowed on the beach? Are we there yet? You said 5 minutes. Technically, it's been more than 5 minutes. Let's just all start slowing down. Wow. Do you believe I found this online? I guess it's not that secret a beach. What are you looking at me like that? Whatever's happening to us is happening very fast. You have wrinkles. Something wrong with this beach. What's happening? They have to know what this place does. I don't know. You're lying. Look. What is that? A message. Oh no. Written and directed Emma Night Shyamalan. Yeah, Prince. Yeah, ناقصة سايكابا وحاجات غريبة وبتوستات. ده ايه ده؟ انا مش عارف يعني، المخرج ده بيدخلنا في حاجات وفي الاخر يطلعنا في حاجات، وشكلها في حاجات هتطلع مش عارف. بصوا، من وجهة نظري الشخصية شايف حاسس ان الفيلم ده مش هيبقى بنفس قوة ثلاثية كنت هقول ثلاثية اولد، ثلاثية سبليت وامبريكابل وجلاس. انا شايف من وجهة نظري مش هيبقى قوي زيهم الفيلم ده، خصوصا ان الجامب سكيرز ما كانتش كويسة قوي في الفيلم ده، مش قوي، مش نفس الحاجات اللي انا يعني حسيت وانا بتفرج بصراحة على الفيلم. مش اما نايت شمايلان يعني، اما نايت شمايلان حرفيا هتعرفه من سيكت سنس ومن سبليت وانبريكابل، الحاجات دي من افلامه هتعرف ان ده اما نايت شمايلان. لكن الفيلم ده برضو مش ما حسيتوش قوي بصراحه، وحاسس ان هيبقى فيه خوازيق كتيره في الفيلم ده، حاسس ان هاخد احلى خازوق في الاخر اللي هو حرفيا هتلاقيني ثبت لهم وانا بتفرج على الفيلم يعني. فمش عارف بصراحه، الفيلم ده انا كنت متوقع ان هو ممكن يكون حاجه جامده، ممكن الفيلم الله اعلم يغير توقعنا خالص، زي فيلم مثلا جلاس. انا مثلا فيلم جلاس ما عجبنيش خالص، انا سبليت كان ممتاز، امبريكابل كان روعه، جلاس جاء فشخ الدنيا حرفيا، دمر الثلاثيه اللي كانت ممكن تبقى من احلى الثلاثيات يعني. وعمل فيلم كان اسمه ذا هابينج برضو، الفيلم ده كان فيلم متخلف حرفيا يعني، وكان واحد من اسوا افلام. انا برضو بصراحه انا ما بحبش ذا فيليج. انا شايف من احلى افلام اما نايت شمايلان عملها كان ذا سيكت سنس يعني. انا شايف ذا سيكت سنس ممكن يكون واحد من احلى افلامه، قد يكون الاحلى هو وي انبريكابل يعني وسبليت. طبعا نسبه ترقبي للفيلم ده هو 6 من 10، مش اكتر من كده بصراحه، لان انا عارف اما نايت شمايلان هيدخلنا في حاجات ومتاهات، وفي الاخر هناخد احلى خازوقه يا باشا.
بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن ريمينسين ولا ريمينسنز، الفيلم بتاع هيو جاكمان وفيلم اولد. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. لو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.